التهاب الشبكية الصبغي أو الريتينايتس بيجمنتوزا أو تحلل الشبكية عند إحدى أمراض الوراثية المعروفة في بلدنا، وللأسف شديد بتنتج عن زواج الأقارب. المرض ده لغاية هذه اللحظة لم يوجد له حل جذري، ولكن الأبحاث العلمية واللي هي في طريقها إلى فتح الباب كبير جدا اللي هو حقن الخلايا الجذعية والتغيير الجيني للأمراض الوراثية، أصبح هناك أمل كبير جدا إن إحنا نقدر نتغلب على هذا المرض، ولكن كوقاية زواج الأقارب، لأن لا يمكن إن ينجو اتنين عندهم نفس الكروموزوم المصاب بالمرض الصبغي إلا لما الأطفال يحصل لهم نفس المشكلة، وهي دمار شديد للإبصار. وعشان كده بننصح بعدم زواج الأقارب في كل الأمراض عامة وللالتهاب الشبكي الصبغي وأمراض الوراثية للشبكية اللي لغاية هذه اللحظة الحظ فيها قليل في العلاج. مع تمنياتنا بالشفاء، محمود إسماعيل أستاذ الرمد بطب الأزهر ورئيس الجمعية في مطروح.